أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، رنرزم الحديثات سمى سكتين توال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن إبليس قائم أمامك، والنفس عن يمينك، والهوى عن يسارك، والدنيا خلفك، والأعضاء حولك، والجبار فوقك. المعنى رنزوارس الحديث إبليس لعنه الله إن هاتيني بيدغل قدام كل ما جن أمسلم أرس النملا من غير أن يقع على مهالك المعاصي دم سكتين نغيلي ينهار بي دغيلي غرف اللاس يغضب ربي سبحانه وتعالى. أشكون تا يغضب الله ربي يلعن ربي يبعتين غير رحمة نص غنى جان إن إبليس قائم أمامك. إبليس هاتي النقاء يا العالم قرن يهلك العدد من دن يملاسن كذا وكذا المسائل في الاخر يطلقيس اي لغن نقع عن غلم عاصم قرنين ين الزغم مسكتين نيت جهنم. هاني إبليس إلا غلق قدام كل ما جانا مسلم غير وانا يغلب ربي في مسكتين إبليس. كذا سنا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن إبليس قائم أمامك. أشكو إن ربي سبحانه وتعالى القرآن: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. حتى إيا العدو وردوني من الكرة وغارس اللي غير النجاح ردوني من الغلاة غار غير اللي غير توقع عند غير اللي غير تنبغ دن يا أخي جمع الخلق صيغة تزيم وفنو وردي نرور التوت تقيسها صيغ الحق. أن إبليس كان كيتشجع أرتسكت المعصية تندن الدغيس. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعه إلا فريق من المؤمنين. أول نربي إنها نصدق إبليس دنس كل ما جت مسلم وخاتني تملي ذلك وأنا تزلع ورتني قرب، ولكن دنس إن وان وخات تزلع إن يسأل لي يتنافق رت سلوي غرت سلغوي غرت هذا السكر كلام منك هذا كن جري تزلت أن هذا كسر يتزلع أو هي دن إبليس حتى إلا درس الماء فتبعت وين لكله اللي غني ضنا باش اتنياوي بلا يا الفريق غما سكتين تي مسلم لو من ينصر ربي سبحانه وتعالى سن إذ الشيطان ايدين ربيقة الشيطان وكلب الله الشيطان هن ايدين ربيقة ارتي تسلط ربي غارف وانا اوري حبي وانا اوري حبي ربي سبحانه وتعالى هاتين ارتي فلاسي تسلط ابليس وخايت عباد 100 سنة يكشماز ذكر المسألة اللي سرت تسجيل العبادة أرد 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 كفر هاتين فقط خسر خسرا مبين لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ينجر بي غمس الشيطان دم سكتي دكنز هذا يسني ينجر بي سبحانه وتعالى هاتي غيدة سيخصة الحرب غيكاد لسينا سيدنا أبو بكر الصديق هاتي الحكمة مقرنا يد إن دعوة النفس عن يمينك إنها النفس لك سيادة فاسد هاتي النفس زود قرب النساء مسكتين تي إبليس هادو كان تزري إبليس يشكي دلي الدرس تفرح سيس دغي كان كله مقير مشي وير هاكي خفلاس يغلب هاكي يضغط فمس النفس فتون سكر يطلع معصيت مقورن اللي وريسكر إبليس أشكو هادي حتى انت دوك انا يسكر كيرا الخلق كي يفتي يعصو ارد يعصو الناس اني اخاف الله رب العالمين انت انا ديك سود اكسود العذاب اللي سرك يعد ربي سبحانه وتعالى اللي خصك تطلع معصيه انت كرت غادي تسكر وجود يسكر وجود يسكر ابليس كما قال الشيطان قال للانسان اكفر زيد ابليس هناك هاتي ماذا كيسلم اني شباس المعنى لان كما قال الشيطان يتقال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين هاتي يكسو دك العذاب ربي كي يورتي تكسو تلخت في تنغيط الروح زنيت نختكرت نسكرت كرا المصيبه لوري سكر حتان اشكو هاتي الخلق غصاد هادو كنت تيمس الشيطان النرسيسي تلعب وكنت نيت يزد كله المعنى نزد كل القوة نسات تقان أتي كل الخيرة الخيرة لاس إسلام ربي أتي إسات الإسا اللي رتسيسي جرب أكي غي صلت في الناس إبليس إيه الكاس كل لغان
يا أسر ورتكت تقاغ مسكتين تي إبليس دمس النفس هذه أنت لا يخص جدا فسيت النفس لا يخص يخص جدا فسيت أخت لا عندك وأنا يفتو الخلق أريد تعباد ربي سبحانه وتعالى يتيقن سيدي ربي غير لا هذيك الشمي إبليس أرني يسي تيري محمد رسول الله إلا غمسكتين دو تايت الخلق دو الكتاب لا إصارة غير لا يتيري لك اسم محمد رسول الله يتيري غير ينزي أموما لا إله إلا الله أريك منك وأنا التبيان اختيسيع يغادي الزيجي زارت تسمو قلت إلا وكان في لصن النور لا إله إلا الله محمد رسول الله إيا وكان الزغ مسكتين نيت الجند أشكو اتيارا غيم الجند لا إله إلا الله محمد رسول الله تسالوت الجند إيا والنتي النان بقلبه الخالص يسنز ديان ربي لن تنينقان أريد تحيو إيز دي سوري اللي كران ربي يدنا بلا الله الواحد القهار يقهر العباد نس سمى سكتين الموت إبليس إيجا أيدينز وأنا إتعباد وإسكرا اللي افتخار نغدر دي سبيان كرا والين أرد التشكي إبليس إزلوز زياس كله إسخرس كله إسخرس كله غنى قان إن إبليس قائم أمامك والنفس عن يمينك والهوى عن يسارك والدنيا خلفك إما الهوى غنطت الهوى تلاك خسكة أظلمت عدوك وأنا جيكتير القوت الهوى تسعة العقل نك يعم وصل مسكتين كذا وكذا تشويش كذا وكذا وكذا الكلام الشعارة كذا وكذا ما موت سفل هن العقل نك يخسر ورسول جيسي ورسول جيسي التلي دوق العبادة أشكو هدرتني شلح سنة الدلحين وراتني التسيفوس غارة غارة سنر بمجود تامس ديريكت مقدارة سي إبليس تامس ديريكت سنة ماني سيفتا فقد خسر خسرا مبينا أتين يتجدوا كان الزغمس والليوي أن هن الهواء هاتين تخشن هاتين تث أيت جن السبب إني فقر دي لغل قلب الخلق لأن جن إن إبليس قائم أمامك والنفس عن يمينك والهوى عن يسارك والدنيا خلفك دنيا إخسك استيتك قمس كدين أنت غور دينك استوتك تغلق قدامك هاتين الدنيا دي إبليس هاتين يتان إبليس إغاد اللي بيدغلو قدامك أكيد توي غسم سمس كده المشاكل يا ويكسم مس غير اللي غلنت وقعت هي داني خصت دنيت أستين تدل حتى غردين عطي غير لك يرى ربي سبحانه وتعالى أسنك يكملوا اللي مارد لكن سر جيسي زيد وخا أربعة الريال وخا الريال تاكل اللي مزين هنوري يمكن غاني سيلا يسيلا خلال الخلق اللي رني زيد يرزق نس ولا رد سينقص مرد إنك مرد دي سوا دوني تقدر ربي سبحانه وتعالى جناح بعوضة تفرت نوبيبة والرق جيسك وكافري يتسي ومن ورست جيسي إسو وكافري أشكو دونيت إسقسان جيس سيدي حسن البصري رضي الله عنه إن الناس ما تقول في الدنيا إن الناس ما نقول فيها ما رق جيسني حلالها حساب وحرام وعقاب حلالها حساب وحرام وعقاب الناس ما ردني غد دونيت الحلال نسيقا الحساب كيف لسي عصب ربي الحرام نساتي لك كيف لسي عقب شوف الحلال يد لأين اللي داك اللي إحلى ربي رك يحسب ردك إنا ما سيتو الديت الحق ما سيكاتين ما سيتو الديت ما سيت جزات غم ما سنعمت لك فيه غير نعمت البصر ما نكرة تسكرتك جسو الدوت الحق سيد ربي سبحانه وتعالى غير نعمت لك يكفر ربي سبحانه وتعالى ندادنك يختجنت وركي غوالو تنكرد وركي غوالو ما سرت تدوت ربي سبحانه وتعالى نعمت لك يكفى الله سبحانه وتعالى ينعم في العباد ينعم في اللسن بزاف النعمة اللي كل يقرن النعيم التجن اللي غاغي غاغ مسكتين لما محمد صلى الله عليه وسلم هاتين والنيجر بغلما محمد صلى الله عليه وسلم هاتين والرد سحر الشفع عنس بدون شك ولا خلاف الحمد لله هذه كله نرى الجند بلا غويد اللي سنة أتني حرب بنادم إما غديسن أركي تني غلب هاتين رايق غمسكتين تنيت الجند أتيجان دي بليس دمس النفس الهواء دمسكتين دونيت هاتين دونيت كباه راورتهن غير لك يسكت ربي سبحانه وتعالى غير لك يسيك تبر ربي سبحانه وتعالى هاتي رداك تكوان يسيك أدورت النيت يسير الديت زايد كراغ مس نرزق اللي فلاك التيران
لكن سيدنا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه غمس الجزء ربيع الكلمات هذه إن فإبليس يدعوك إلى ترك الدين أركي التوي غير سمى سكتين تنغلي غير تجنبت الدين باش هدور تزلات باش تغير المنافق إما النفس غنتات ما نسيك التوي غير اللي غير تسكرت المعصيت غير اللي غير تسكرت المعصيت مقورن سولت ندمت فغنش كان وش تنفع الندمة إما الهوى أركي التوي سدار الشهوات إما الدنيت أركي التوي سدار الدنوب الزنزة تسمس الربا ارتجلت فغير اللي ورات سكرت ارتناولت غير المسائل اللي ورات كملت لقوت المواعيد اللي ورات كملت والجبار يدعوك الى الجنه الجبار متيجان هو الله سبحانه وتعالى والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ان فمن جاب ابليس ذهبت عنه الدين ان وان يتبعن ابليس هاتين الدين صافي رتفل ان وان يتبعن النفس هاتين رفت الروح هذه النفس ريفت الروح الصافي ريم الضحية هذه النفس والناس تتبعان ذهبت عنه الروح الإيمان وذهبت حتى روحه حتى الروح صريفته هذا قيمت ومن جاب الهوى ذهبت عنه العقل وأن يواجب الهوى هن العقل نسري يخسر هن العقل نولي جاني النجبة ورتب عن الهوى والنتي تبعنا العقل سري أريد تخسر ورسول جستلي الروح الإسلام أرجستي لغر القوت ووان الشعارات القوت ما النغوة ما النغوة هاتين العقل إيجاية الجوهرة يفضلخ سيد ربي سبحانه وتعالى في الحيوانات سيد ربي سبحانه وتعالى يكفى غار شهوان الطعام الحيوانات نكون يكفى غار شهوان الطعام سلد العقل ومن إغنيان ومن جاب الدنيا ذهبت عنه الآخرة توا ناي واجب من الدنيت يتابعت هاني خرتي في الضاديس غير غيد نغين وهاتي الدنيت ولا لي خرت قارون لي ران الدنيت ولا لي خرت هاتي يموت سل غير الجوع إنا يا ربي تبارك وتعالى وأحسن كما أحسن الله إليك إنا يزد ربي ولا تنسى نصيبك من الدنيا إلا ذلك النصيب منك غد الدنيت مشكل لي سر التعاونت ترواك تعاونت سيسا جايونك باش أجيك يريد الصيب ليس ولا يويك تغمسي كتنين تنجى النمى ومن جاب الأعضاء ذهبت عنه الجنة والنيتب عن الجوارح كل ما دسنا الجوارح سيسكت هن الجن ترتيوفي أشكو سبعة الجوارح أي تظن سبعة الجوارح سنتظن الحواس السبع اثنين سنتظن اثنين سنتظل سبعة يدي كل نقين فوختن الحد من الشيطان يفوختن حد من الشيطان هاتين أمومن يخلصن يجان زود تقرعيد يقيني غاستيتي غانكون قست من التمانة اللي قسلانين والقسلين اللي كلا لسخ ومن جاب الأعضاء ذهبت عنه الجنة ومن جاب الله ذهبت عنه جميع السوء ونال جميع الخيرات ويتبعان مين ربي دمين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه كل غان اللي يخشن رستي السينيف ونال جميع الخيرات غنى يقال المعنى إن إبليس قائم أمامك والنفس عن يمينك والهوى عن يسارك والدنيا خلفك والأعضاء حولك والجبار فوقك فإبليس يدعوك إلى ترك الدين والنفس تدعوك إلى المعصية والهوى يدعوك إلى الشهوات والدنيا تدعوك إلى الذنوب والجبار يدعوك إلى الجنة والمغفرة فمن أجاب إبليس ذهبت عنه الدين ومن أجاب النفس ذهب عنه الروح ومن أجاب الهوى ذهب عنه العقل ومن أجاب الدنيا ذهبت عنه الآخرة ومن أجاب الأعضاء أي الجوارح ذهبت عنه الجنة ومن أجاب الله سبحانه وتعالى ذهب عنه جميع السوء جميع كل ما يتركه يسفل استحياد ونال جميع الخيرات يلكم كل ما جت الخير يساتلكم غدار ربي سبحانه وتعالى وأن يتبعان أول ربي سبحانه وتعالى أشكوها يخلق ربي سبحانه وتعالى القلوب جان أربعة إن الله خلق القلوب أربعة قلب أغلف وقلب مغلوف وقلب أجرد وقلب مغلوف وقلب منكوس وقلب مصفح القلب أغلف متجان إيجاد ومومن قلب أغلف
يجات وهموم هن سيدي ربي سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يخلق القلوب يعني ربعه قلب اجراد ولكل جزء زوار تجرد من النفاق والشرك وجميع السوء. ربي سبحانه وتعالى يسير دغ القلب نس لحد ابليس المشكل اللي غيطنز ابليس يسير تيليس اللي غمس من جوايا النور اللي ورتسوني لك ابليس يتيري غيكينز يطبع اسمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلب كافري وهو قلب مغلوف اي مغلوق يقن ورتي تنفع خير الموعظه خير الموعظه ورتي تنفع يغسكت الحديث انك ودي الخير يسرمي ولكن هاتي ماني هاد لي راه غنقيسي لي هو ربي هاتي غير اللي غيكشفو ربي يسلق قلب بنادم اللي غيسدي لي الخشوع دابا مسكت انت والين الايمان الحلاوات الايمان هاتي يقن هاتي هو انا قال القلب الكافر وقلب منكوس قلب اللي قال منكوس يسلكان غرس نربي ولكن هاتي ورتيلي يسلكان ما ان ربي سبحانه وتعالى ولكن هاتي وريري غير كان غسني تها غرس نربي انا كودي السخط وين نور تريق عرفت ما انكر يسلكون غرس نربي ولكن نتورتي وان كان في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. وقلب مصفح الا كان جسمي كيك الليمان الا كان جسمي كيك الليمان ولكن النفاق يكاف الايمان يتيجس النفاق الايمان اختي تي ويلو قتر دوكان الزل اختي تي ويلو قتر سارسو لي الزل تي ود لوقت كان المناسبه يا ساسير نمد نكري ربان الزل يا سات ينو كان نيتنس ولينا دوكان داغي يمتي وسور تزل صافي في التدار اتي وانا ما ينار بين المنافقين في الدرك الاسفل من النار ازدر كله يمعصان لا ندغو في الليد بلا المنافقان حتى الا كله غمس وزدر اتي وانا يجان والناس اي استعمال الرياغ مسكيت انت وانا كان الشرك مزين وانا استعمال الرياغ مسكيت انت العمل اريد تجاد من غير الله سبحانه وتعالى اسك يوم القيامه الناس ربي هو المتجد فتي يزدر سيسر داك الفكره تريت غير هذاك ان تزلط يعني كتريت هذاك ان بصحتك هذا تزلط وهو يغور تزلط هذا كور تزلط غير جيت غاتين الدين الا تاكات كل ما الا انا رسيت لعبت بلا الدين انت هاتين الا تاجات بزاف غنفوري عدل سي تلعب الخلق غير سي تسلم عقول ناس كي تسمى سكيدي التسع هاني نادى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هاني كتم ربي سبحانه وتعالى سته غمس سته سديس المسائل اكتم تربي سديس المسائل يدنا ان اكتم ربي الرضا غمس نطاعت اكتم سيدي ربي الرضا غمس نطاعت والخلق يغيك الله طاعت نكره الخلق طوعت بزاف هاتين رف الله كيردو كل ما انك سكر صبرتس هاتي تيوت الردانس يكتم ربي الغضب غمسك هاتي المعصيه وكتم الغضب في المعصيه يكتم دار ربي تبارك وتعالى الغضب غمسك هاتي المعصيه وان يكتم الغضب هاتي راسك ربي تبارك وتعالى يتشجع ما فيه التغلاب فمسك هاتي الابالسه ولا الشياطين اشكو هناك كل العفيد يخترغ ما استسخسين امان الغضب اتي العفيتيكا اتي كل الناس يغضب الخلق يا سي غير من يطضي الزل سنت ركعتين هاتي ان العفيت ان العفيت انت تنسى صافي تنسى العفيتين وكتم الاسم الاعظم في القران يكتم ربي سبحانه وتعالى اسم الله العظيم الاعظم غمسكتين القران ارتين العلماء اجت الله ولا لا اله الا هو الحي القيوم حي قيوم نستين العلماء اجت يكتم دار ربي سبحانه وتعالى لولياس غمس نقرم الدين حتى نورس المكان الوالي يكتم سيدي ربي سبحانه وتعالى وكتم اولياءه فيما بين الناس يكتم ربي سبحانه وتعالى لولياء غرم الدين وكتم الموتى في العمر يكتم دار ربي تبارك وتعالى الموت غمس كاتين العمر وسن من ورد تمتس الصباح نختار دكواد عاتي تيكتم ورنسن الصباح نختار دكواد نغدا الساعه تاع ليتسن وكتم ليله القدر في شهر رمضان يكتم ربي سبحانه وتعالى ليلة القدر غمسك دي شهر رمضان يكتم ربي صلاة الوسطى الصلاة الخمس يكتم دار ربي سبحانه وتعالى الصلاة الوسطى الصلاة الوسطى تجا زود الساعة اللي يتلي ناس الجمعة إلا ما إن صلاة تزلت العصر إلا ما إن تزلت الظهر كان صلاة الوسطى ونص ما زاد تديك تزلت نتزم وتنس هي داني خصها تبدا يقوم بنادم السنة ديزم تيما قال هاتي لك جسم تيربح
يكتم ربي سبحانه وتعالى ليلة القدر شهر رمضان يخصد كل نقمص العبادة أكي كل يفوق يكتم ربي داخل صلاة الوسطى صلاة نضو الزمت اللي غير يربح الخلق السنة في الناس يقع الفتح هذه الله سبحانه وتعالى رتيج غمسي الحجاب اللي غرت لكم إبليس أشكو إبليس متانا يصعبن إبليس يغيف تار دياوي الخلق هاتين نوري مكنيس إلا ما رتت سليرات هاتين أرتينين العلماء رضي الله تعالى عنهم نان إبليس أدي تمغيان الخلق أكي اختي حرب ما سرت حرب يغيسور اللي انت تمنية دلم سيلد يغور اللي انت غرقاز هاتين نشقى أي حرب إبليس العارف بالله كغتي لينت تمنية دلم سيلد الخوف مع والرجع الجيكي الخوف درجة التكسوت الغضب من ربي سبحانه وتعالى ترجوت من غمس جديد من الرحمة إما هاتين والنيكسود من ربي سبحانه وتعالى والرد تعسو والنيكسود من ربي تبارك وتعالى والرد تعسو ولا طرفة عينين مشكلة غير تقنطي تزنت والرد تجزع سو وليسن ربي ولسانه مع الحمد والتنع يلسنك بديلي دمس كتينة الحمد لله التينة الحمد لله في كل حال في السراء والضراء يغتير ولا يغفرحت ولا يغفلك نعم ربي ولا يغفلك يرين نعم ولا يغتمريت أبدت تينة الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال في كل حال وعيناه مع الحياة والبكاء لنك أبدت اللد في المعاصي اللي تذكرت بعد توبتك غياد اغتوبت ربي سبحانه وتعالى أرتلات فما سكتين الذنوب اللي تذكرت إذا تذكرت كرا المعصية وختم الزيت استحيت الله سبحانه وتعالى ناد لي لا خير فيما لا يستحي هنوري لي الخير وغلي غري لي الحياة هذا كون تذكرت كرا المعصية وريك لي الحياة نربي بعدا أجل العباد وإرادته مع الترك والرضا تلقيك يطلي رضا إقوان دي الشجاعة الترك كرا المعصية اللي يدي تذكرت تنساج وتريد والرضا يعني ترك الدنيا وطلب رضا المولى باش التويت الرضا ربي سبحانه وتعالى كل بني التعبادين يسجل غير رضا ربي سبحانه وتعالى حتى يخفل لك رضا ربي ورك ورك يحرق ابتغاء مرضات الله أو ابتغاء وجه الله حتى يرد يخفل لك رضا ربي ورك ويسمى سكين غير اللي درسي خشن ابتغاء مرضات الله غير نقان ويدلب الخلق رضا ربي سبحانه وتعالى يدرت في لك رضا ربي سبحانه وتعالى هاتين كل ما يخشن إسردك تحيد وركسوا لي الجف لك يتكرف سكر الخلق ولا يبليس وردك سوليس كالوسواس هن دخ سيدنا علي كرم الله وجاه إنها نور للخير اختزاليت اللي غور للخشوع ور اللي خيل غرمضان اللي غورت لي الامتناع أوريت نوال الخلق كلا المسائل سمى سيزرينس ولا يمينس ولا الدكس الشهوان سمى سكنين الامتناع كان ويدلب الخلق الرضا ربي سبحانه وتعالى يدرس في الله يرضو ربي سبحانه وتعالى هاتين كل ما يخشن إسردك تحيد وركسوا لي الجف لك يتكرف سكر الخلق ولا يبليس وردك سوليس كالوسواس هن دخ سيدنا علي كرم الله وجاه إنها نور للخير اختزاليت اللي غور للخشوع ور اللي خيل غرمضان اللي غورت لي الامتناع أوريت نوال الخلق كلام المسائل سمى سيزرينس ولا يمينس ولا الدكس الشهوان سمى سكنين الامتناع من اللغو ومن اللهو ومن كلام الكيوة اللي ينهار بي دم سعي وريت جرام العباد نس هن ورقسي اللي خير غرمضانان ولا تزالت اللي غور اللي الخشوع عن ورقسي اللي الخير ولا القرآن يغاتي قرى خلق ورقسي تتبارا نستبعى العقل نس إلا ياتنا ربي سبحانه وتعالى إن شوف مسرع قبر ربي سبحانه وتعالى الكفار اللي وركسوا بنا ربي شوف غدا صنيح ده العذاب ده غدا دمارة شتان غمس جهنم ولا خير في قراءة لا تدبر فيها ولا خير في علم لا ورع فيها وللي الخير غير العلم اللي غير الحفظ ربي العالم السن ما ينا ربي سبحانه وتعالى ولكن ما قال الورع يومز الحدود ربي العالم اللي يوم ظن الحدود من ربي سبحانه وتعالى هاتين العلم أنه رجيس للخير ولا خير في مال لا سخاء فيه هنو رداغي للخير غم سكتين المال لغورت للسخوة ولا خير في آخرة لا تحافظ فيها هن الخلق يحتفظ في الأخيرة صدور يحتفظ في الدنيا
واش تسجل الدنيا تغيلا ديك فيك طب 73 لو ديك تحتف تفلس ني تا واحد الا بدا كيسكر حقاتي هما اللي تسكرت ولا الطوموبيلات هاد اللي طفت تحتف تفلس انت عاد انت تقين دغ الكراج ديك 100 سرس فلاس عساس ني حقي سر بدا كيسكر ولا كنت حتفت في الاخيره اللي غير تكاورت دائما اما الدنيا تكا غير تكا غير دار من نظر من نظر من نظر له تكا يا تكمي الورد طاف حتى حتى الورد كيتنس ولا خير في نعمة لا لا تعق ولا خير في نعمة لا بقاء فيها ولا خير في دعاء لا إخلاص فيها هاونو اللي الخير غنعمت اللي ورد درك يبقى هي اذا الدنيا تستيقن ها الخير اللي درك وين ورد درك يبقى غدو كان يقنا اتي استخسرت اكي غا كيفو فوسي فلاك دغار الوسواس دما مارت التروبيل ها نرجسي ورجسي اللي الخير اشكور نعمتان لا كيف ربي سبحانه وتعالى ورفلاس تحتفظ ولا سي سكرت افولكي باش بدا تزيد غارتو سي ستيد تجاورت فلاس ني تو هادي حق حتى تديني كي بدا تكاع ولا خير في دعاء لا اخلاص فيه وري لي الخير غمس كي الدعاء غمس كي الدعاء لي غور لي لي خلاص اي الناس دعيت نيت يا سيدي ربي تبارك وتعالى تي تخلص داك اللي داري الناس سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه ان تمنيه المسائل فولكين تي تمنيه يدنا تمنيه المسائل فولكين تي تمنيه يدنا ثمانية أشياء زينة الثمانية العفاف زينة الفقر أي ندر كي لن تقنع تسيس أي ندر كي لن تقنع تسيس أدول سجلت غير لن نغضي فاسم الدن أنا غير لن نغضي فاسم الدن هاتي يقوكي العفاف زينة الفقر في الشكر أتشكرت ربي سمش كان لكي كفاية غور تريد إلا ذاك ديك سيفرك بلا والو والشكر زينة الغنى هن الشكر اختشكرت النعمتان إجادة أفولكي الغينة ربي سبحانه وتعالى والصبر زينة البلاء يخي بلا ربي سكر المصيبة تصبرتاس والتواضع زينة الحساب أسكى يوم القيامة غيك التواضع الدنيا تسكى يوم القيامة وهلي مش كتيلت إما غتيني تغيدانا ربكم والعلا دني دوكر كلهم دنا سكى يوم القيامة رتيني تغوش كيزي وانا هلي يزريني أكل فلك أشكو التيني تياد اللي نكي وقر كلهم الدنيا تنكي كاي ما يدلي كان أكبر المصائب واللي حبا الرياسة الدنيا إن كل الدنيا رجسكم دار كل استيق دو الصباط واسكي يوم القيامة تكتيزي تكتا أفلس وان كل كمن يمزك غرس سوم قرد لأن كان التواضع زينة الحساب أخلص إن الإمام ابن عاشر رضي الله عنه إن حب الرياسة وطرح رأس الخطايا حب الرياسة أجي كل الخطايا مقرن كذا ربي قد سجلت الرياسة مقرن ورجيت للتواضع التواضع يختل غرجاز أدوري سجل الرياسة أدوري سجل أيها في مدنة كل فن والحلم زينة العلم جيشي للصبر زينة العلم الحلم الخلق أدوري يسوال في غير لي ورسن أدوري تفسر غير لي أسوري سعلم ربي سبحانه وتعالى أعطيلو تفسر غير سمسكة العقل والحلم زينة العلم والتذلل زينة المتعلم والتذلل زينة المتعلم واللي يتدلني المعلم يصبر يخورين يصبر ولين يرد الدرس يسفيد تفولكي التذللا المتعلم والتذلل زينة المتعلم تفولكي المتعلم باش الدرس يسفيد توي الدرس يتلفيد مقرن وكثرة البكاء زينة الخوف القطن طون فولكين الخوف ما نغتلث يغيك إلا الخوف من ربي سبحانه وتعالى وكثرة المن زينة الإحسان وترك المن زينة الإحسان وترك المن زينة الإحسان والله يترك التمني أربدا يتمنى يتمنى يسكر غيدا يتمنى يسكر غيدا يتمنى أشكوهات يان سيدي وشكا الدار يان يضنع الناس غير غيك عاون السيدة نقال القيد الناس غير غيك عاون غمس كتين الرعاية يدنك زريخ تزولي خشوية غورتهم زا أغارس نربي إلا غيك يسعاون الناس واخا ولكن راه يتملت كرت المسائل كرت المسائل ادى يتعلق الكي وانا رانا دي ادي يعاون الناس ما ديكان الناس يتملت ما بزاف في غزان بما بزاف في اسكاركسن بما بزاف يشتها بنادم ما هو اصدق الصادق وما هو اكذب الكاذب وما الشيء الذي يشتهيه الانسان ما بزاف في عزان دار بنادم الناس ودورت نتسلق الناس واضي خنتو تسلت هي تريت ايه اللي تشتهي دانو تريت ايه اللي تشتهي
اتشتا قبل الدوله ان سواسير شاك 3 ايام يقدر تورو الجواب هذه راه بيغاين ان اس واخا اريس قلت السيد لي الجواب يقميت ماذا ستيفسر الجوابات يا السيد اري ايفاتي ناري كرزق غماس يا المكان السلام عليكم وعليكم السلام يقور السيد لي اريال لين الناس وفي اللحن مكيغن مكيغن ودي زرق كارتالات الناس ودي فتيغ داري يا القيد غماس نغيد دال بغاسا تعاون غدا سيغام خزلي إنني غيت ملي تكرت المسائل سنغي سنت الحق غيت ندور تملي سنغي يزد البطل كاتري يسرد التشتات غير الأموال عباد الله الناس ما ديان الناس إنني ما بزاف في غزاند ما بزاف في سكاريس ما بزاف يعزان دال بند الناس سنة اللي زوارني نرى ذاك متفسر اختاني قرن هالداري السوت سما سكت نتقمي الناس واخا ما تيختلني زوار الناس ما لكن ما هو اصدق الصديق ما بزاف في غزان وهو الموت الموت يختوشكا ورا داك السلتاج دقيقه التلك السلت زي تغمس بالدنيت دقيقه ورا داك السلتاج يقدر كي لا خلال الموعد نقراك ديال الخلق تريد ادس مصيفيت نغدي كاين الحاجه مهم وراك تاجت انس ادس مصيفيت صافي توشكا دي تنفيد غدار ربي سبحانه وتعالى الموت توشكات تمون الجنود سافر كي تنزع عن الروح ورداك سده جمينو تتسم زي تغدوني وما هو كذب الكذب الناس ما يقول ما هو كذب الكذب الناس واللي تمنى ناس كرتي وما يعني بالنو خير البطيمة إنا كيرا دا سكير غي إيميس لقبت نغدا دا سكير غي إيميس لبحر را دا سكير غي أزدر غي سكير غي اللوزين ما دا كواين نانا ربيت عيش تغارا راسكا إز دا سلطن تعاد كي غمس البطيمان إز دا سلطن تعاد غمس المحلان هي إذن أرنسوات غمس المحل أولا قال الكذاب كلهم قرنان الناس ما بزاف في عزان دار بنادم الناس الدري دوس تقميت يا ويس تقميت يقدر صدي في كفاس كفاس كرام الطعام غيو بشكو كرام الطعام يعدلت بزاف في قد تاريد اللي قاس كنت في يوف اللوس يقاس غير المعوني ورينقي معونا ارقش تنغالي في اللوس يسرساس من الطعام الناس او الطعام تشتهيق نيتي اللي مش كيدا سكي غير هرتي شتا المعونن ازرات ورينقي ولكن تعمل نعجب الناس هو لا غرش كي داري من سلكي ويداري من سين سكا ورناش داري من سين الناس زريخ يوري كويس تفسرت المسألة تسكرت يا سينيتي يا خوري ارتي تبك ارتي كات الناس حقولا السيدة اللي رانا كيكس القصص زيغ دورا كنت فهمت ازدا تحكمت اني راك الناس وراك اكفي غير المثال تعامل نكسرس غير معونن وراك ينقي بعدا ولكن تعامل يعجب غير اللي يشتها بنادم واخا يخشن إنك غادي يفولكي شوف غير تمنت بس تسكر انت الزوا ما خادو السكر انت كرايدنا من غير تمنت ونشكل الدرس انت عزان فقط ولي يمكن غير السكر انت كرا اللي الامور سنت بلا تمنت صافي اذا غدتني ارتقابه النهار كرا انت فيه اللي انسان نغتكري سلم الانسانين ما خارفت انا اتسكر ادخ سكر تمنت غنى تشتهان كي يتند ما يشتها يفولكي ابن غير خشن هاتي المشكل الدرس لنا هي الخلق غلادي خصات أجيس للجميع من شروط الإسلام باش أيكس غير الشيطان أشكوا هاتي الدرسة دي غير وين الشيطان واحدة كل المعلومات غير دي غير تي إبليس كان ما غنكسي قوين غير إبليس بس إن درس سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن من ترك فضول الكلام منح الحكمة من ترك فضول الكلام منح الحكمة إن وانا يترك الفضول أوريك شو من الفضول أوريك شو غالي ديال جوجل أوريك شو شؤون المدن أوريك سؤال غمس الوالين اللي ديال جوجل أري سكر بالحكمة الحكمة هاتي جت إخكاسك يسول الخلق إن كيت الحكمة هذه قتلنا قال الحكمة إخكاسك يسول سوى والي فولكين ناني تدني زرين ولا ودن غير كذا هاتي جت الحكمة إنك ومن ترك فضول النظر منح الخشوع إنه وانا دغيس يترك الفضول النظر أهل ريس مقول ريس مقول اختي جميع نغوي نغش كتلة نغيس مقول اختار إنك شوف ترى نفلان نغدر اسم مقول كل ما يفرق اسم مقول هاتي نغوان صافي إجاسي بلي السلسل ما نريد سلسل كل الخشوع عن ربك جسيلي هاتي صافي وري حكم غاك النظر صغار لسو الجسم تي حكمي زاد لك جسيلي الخشوع عن ربي إن دغو من ترك فضول الطعام منح لذة العبادات إنه وأن يترك الفضول الطعام زعما غاك ديسرس الخلق كيران وشكو رجيس شتات لو داس طعام تخصاتي ديسنت طعام دورك بزاف فين وي طعام انك يدرسو كان شويه هو هادي غير كان كل ري عندنا تي الفضول حتى الفضول الطعام هاتي لا
هذيك الشيء ما خقع حتى المسائل غادي تبدا تسيد الطعم ديال الخلق خاصه زعما يكشف الفضول يخدي يختير هذاك يكفر بالله دا العباده لا دا العبادات هادو تسوال تغمس كاين الفضول من الطعام هو الطعام هادو راك بهران وراك ولكنه ما زال لا دا العبادات وراك الطعام كورس لله دا يزداد تيتي العبادات ومن ترك الضحكه منح الهيبه كل من دو في دور في الناس اللي يقبل ولا الهيبه تستنتي زدارت تصمت تبدا يكفى هاتي نغوان تلقى كل درس لوضا كل الدنيا تلقى صغار لوضا وحتى كرا الحاجه ورتي تهمها هاتي كرا الهيبه ولا كرا ولي ولا ما تسولي تحترمناك غير نسيبي الدار اللي تتسى حتى المسانيس كله تتسى ومن ترك المزاحه منح البها واللي غير في الا النور ربي سبحانه وتعالى هاتي ورايك شمي المزاح هاتي سيدنا عمر هاد صاحب الحق هاد انه من ترك المزاحه منح البها ارسك ربي النور ويمكن غير الخلق فلسطين النور بلا الدار ديك اتساع المزاح اش كل مزاح اثنين اي شو من الخلق هي البحر اردني فوق ماس من غير لك جور يزري ومن ترك حب الدنيا منح الاخره وانك وان يترك الحب الدنيا ارسك ربي الخير ومن ترك الاشتغال بعيوب غيره منح صلاح نفسه وانك وان يترك الاشتغال هذوري الدرم ديال سوق الشان بزاف ورت واللسان فما سكاتين تندن هان الغيبه والنميمه انت تاكل صعاب كل ما يسكي الخلق غيد يغي سوا الغد نزال انا ستي دخلت وين مدنان اسكي يوم القيامه كل ما يسكر ردست كل وين مدنس الغيبه النميمه اللي سالا ومن ترك الاشتغال بعيوب غيره منح صلاح نفسه ومن ترك التجسس في كيفيه الله سبحانه وتعالى منع البراءه من النفاق تجسس ادور سيكي طغوا دي سيكسود ربي ولا هو دي سيتعصو ربي ربي سبحانه وتعالى يصدر كل العباد نس ومن ترك التجسس في كيفيه الله تعالى منع البراءه من النفاق هاني اخترت كي يكسر ربي النفاق يكسيك الحد ابليس ادور سال التجسس غير ماسك كاين تندن اكيس نور سوال هاتي 8000 العيب 8000 العيب الا غير ماسك كاين بني ادم من الكل غير ماسك كاين التجسس الدردد اردت سوال غير ماسك عباد الله كل ما يسولنا عباد الله هاتين 8000 اللعب لكل الا غمس مدل كل اسني سمون اخترت الجيشوري للنفاق كلو تسع غيان ان يسو اسمو قلت ان ربي سبحانه وتعالى كل ما يسر لما خلق له ان ربي سبحانه وتعالى والنادي خلق كي خلقتي تفغي اللي غير له اغارس ناي كاين مقرن لحد نص اشكر بطينا فهديناه النجدين فهديناه النجدين يغيس خرا ربي سي غرس اغرس هو فلكي دو غرس وخشن وانا كان غرس هو فلكي غرس فاسي ويفوس هاتيني السن منيرة إذ دار النبي صلى الله عليه وسلم دم سلان بياد ويقول كله يحب ربي غينا ريلكم وانا كان أظلماد هاتي غينا غير إبليس ديم الدكوال نز دم سل جهنماد واتساقار قرينا يحمان كله غينا كله يمون غيان ما ستنين لاولياء اللي غزراني قوي يسنو وقعني نغمس كدين الهلك ارتين الهي الهي طول الامال غرني وحب الدنيا اهلكني والشيطان اضلني والنفس الامارة بالسوء عن الحق منعتني وقرين السوء عن المعصية اعانني فاغتني يا غياث المستغيثين فان لم ترحمني فمن ذا الذي يرحمني غيرك يا ربي يا ربي يطول الرجانو يغري الرجانو دلمالينو الحب الدنيا تهلكي الشيطان إجلي النفس اللي طمر نسمى سكتين توخشان تمنعي في الحق كل وانا وريني الحق سديز نفسس يخشن وقرين السوء عن المعصية عانني إبليس كل ما يلان إلا دل ما يلان إلا درس إبليس سبسان حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ان الناس تكي الى ذلك ابليس يا رسول الله ان اسمي الله ان الله غلبني عليه غلبه في الله صدر ربي سبحانه وتعالى كل ما لن يطفل قرين وقرين السوء على المعصية اعانني فاغيتني يا غيت المستغيثين الله سبحانه وتعالى رسم الظلمة داغدي غيت يغلس دي غيت المستغيثين يغاغر يرحم ربي حتى ينور دا يرحم فمن الذي يرحمني غيرك ضال بربي سبحانه وتعالى ان تسل الأولياء الصالحين كل ما يسفلدن هو ولاد أدسي نور غمسكتين القلب نس
أردي يكسود ربي سبحانه وتعالى أرقسي إكس لحد إبليس إكس يسكولو غير اللي تسوى سواس نغمسي كتينت القلب نس. إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن سديس المسايد يان تغريبين سديس المسايد يان تغريبين سديس المواكين سديس المسايد يان تغريبين سديس المواكين. المسجد غريب فيما بين قوم لا يصلون يتمزجيدا بنات تورا جسم تزلع تجد جلين تغريب تشكورا جسم تزلع. إن دغ المصحف غريب غمس يتجميل لغورة قرم. إن دغ القرآن غريب الجوف الخلق اللي وريك صد نربي سبحانه وتعالى. إن دغ تمغرت اللي فولكين تصالح تجد غريب تغمس نكراو فوس نكراو رجاز اللي جان ظلم يجنسي والخلق وريك صد ربي ولكن تمغرت سيدة مسلمت. إن دغ العليم غريب فيما بين قوم لا يسمعون منه والحكمة. إن ده العليم جاء العليم جاء غريب واللي ورسقسم ولا رسيس تصنات ولا رسقسم خلال الفائدة جاء غريب هي والننظر غلاد ولا رسقسم بنجاي اللي نغشين هاتين غريبة جاء. فطوبى للغرباء باركة فطوبى للغرباء. والعالم غريب فيما بين قوم لا يسمعون منه والرجل المسلم الصالح غريب في يد امرأة مسيئة الخلق. أرجزي عدلن يفولكين يكسود نربي تبارك وتعالى إيجاد غريب إغيل لا غفوس كانت مغارت إيخشن هاتين نغيجا إغيجا الوالي نربي ورادة سيرزم أستيج غيكان أستيو تربين غيت أشكو غسيرزم رست داغيا ويكرا إهلك دخسيس كلا الخلق يدنا يدا دخسيس كلا الخلق يدنا أشكو النساء نساهم الله من رحمتي النساء يبعثن تذكر بي ورحمة نسيس الحساب هذا اللي نظري. فإن الله تعالى لا ينظر إلى يوم القيامة بنظر الرحمة بناداتي ورات وران كيسني اسمها قل ربي سبحانه وتعالى سمى سكاتين نكراو إي وسمى قل اللي يفولكين جانو كان جسن غود لي صداغين الرسول صلى الله عليه وسلم وران داغ جسن اسمها قل جانو كان داغ تبعا نو كان غوي. إن داغ الفاعل والمفعول والناكح بيده والناكح البهيمة وناكح المرأة في دبرها والجامع بين المرأة وبنتها والزاني بحليلة جاره والمؤدي جاره والمؤدي جاره تغويد تغويد سمون دمس نغويد اللي زوارني هاتين معناه نتان. إن داغ الرسول صلى الله عليه وسلم إن داغ الشهداء جن سبعة بلا المقتول في سبيل الله وان أوريجين غمس كدين الشهيد وان أوريجين غمس الشهيد هو المقتول في سبيل الله سوى المقتول في سبيل الله واللي جسني زوارن أولهم المفطون أشكو واللي قال المقتول غمس الجهاد وناتي السند يسيق الشهيد وان يموت القرطاس يموت غل معركة ويدلور موتين غل معركة أسأردوا نفس الغلا أولهم المفطون واللي مكفام دنسم الشيد يبزقوا حلي جسي في الحالتي دي بقيوا حلي جسي موت أولهم المفطون شهيد والمحترق شهيد والميت تحت الهدم شهيد والمرأة إذا ماتت على الولادة شهيد والغارق شهيد وصاحب ذات الجنب واللي غير لكرا المرض أمس نتسجنس إمتسيس شهيد والمطعون شهيد ضرب ربي سبحانه وتعالى أولاد التيق دم سكتين ووالد التيق قبل ضرب ربي سبحانه وتعالى القطب البلاد الملك الحسن تنصر ربي سبحانه وتعالى هذا كيس يمل ربي أفول كيد على خير ولا كل شيء الشعب المغرب كل عون ربي الجميع وأنك كان غرس ربي هذا سيزيد ربي الهداية في الهداية وأنك كان غرس إبليس التدر ربي سوغرس ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل ربي العمل بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشكو هاتي ميك وولي فولكين يوف كي جاني كي يسقر بنادم كرا الفايدة ورف الله سيحصل اللهم يميك هغلادة إن شاء الله رتسلم الكاسيطة يادة هذه لم تجيس المسائل الأحكام للنبياء والمرسلين ضرب البيضة بارك وتعالى أستيق دم مسكتين ما تقول يرورن المسلمين سغراس الجسوين يتنقطة الحكمة هاتين الحمد لله الناس صغيت الحكمة هاتين وريجي التمنس المسائل غلانت وأن إن نور غلانت
يشكي دا يسكر زود غار الميت الولد حتى وراس يصدر شكو هاد الكيا التان كيفاش يربي تقنس العقليه كيا التان مدى سيستعلم ربي سبحانه وتعالى ان الله اريد الهم كيا التان مدى سيلهم ضرب ربي فلان يختم سليمان الاسلام والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وعلى من أيده الله بالمعجزات وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، نفتتح هذا الدرس بهذه الآية حيث قال الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. انت كي يلقوا قلوب الرحى حين يذكرون الله قياما وقعودا. الله سبحانه وتعالى إذا ذكرت ربك فاذكره في قلبك، فإن الله سبحانه وتعالى يذكرك في ذلك الساعة. الله سبحانه وتعالى اللي كيكثر من الذكر ديالو راه حتى هو كينظر عليه بعين الرحمة. لا بذكر الله تطمئن القلوب، امتى كيلقاو القلوب الراحة؟ تما كيذكر الله سبحانه وتعالى. الذكر راه كثير، الذكر ديال الله سبحانه وتعالى، والذكر كيكون في القلب، خصك دير الله سبحانه وتعالى في قلبك وتذكروه كثيرا قياما وقعودا. حتى قال الله تعالى: فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.